جرام هم لايسنسد لعلاج الدايابيتس، فبالتالي مش لايسنسد لعلاج الاوبيزيتي. فانا هتكلم بقى على الجزء الثاني من السبيكترم اللي هو المرضى اللي هم مش دايابيتك، اللي هم بنشوف منهم كتير جدا اوبيز، وزي ما اتكلمنا ان ممكن نماكسمايز الدوز الى الليراجلوتايد 3 ملي جرام، فبالتالي نوصل الى البنفيت مش لازم للجلايسيميك كنترول ولكن للويت ريدكشن اللي هو بالتبعيه هياثر على الجلايسيميك كنترول. وانا بتكلم على الشريحه اللي هم مش دايابيتك ولكن جزء كبير منهم جدا بري دايابيتك، مرضى اللي هو الهيموجلوبين اي 1 سي بتاعهم اب تو 6.4، انما السيماجلوتايد هيبدا استعماله من هيموجلوبين اي 1 سي 6.5 اند اباف اللي هو موجود حاليا في مصر اللي هو الربع والنص والواحد ملي جرام. فلو اتكلمنا عموما على الاوبيزيتي، الاول لازم نغير المايند سيت بتاع المرضى والاطباء الى ان الاوبيزيتي از اكرونيك ديزيز فولفيلينج كل الكرايتيريا انها ديزيز impairment of the normal function of some aspects of the body. زي ما احنا شايفين الامريكان ميديكال اسوسيشن طالما في appetite dysregulation, abnormal energy balance, endocrine dysfunction and so on، يبقى اذا دي في impairment في النورمال فانكشن وبالتالي it's a disease. كمان في characteristic signs and or symptoms increased body fat، السيمتومز اللي كلنا عارفينها immobility joints problems، ويضاف اليها الحاجه الثالثه انها في موربيديتي معاها اللي هو احنا عارفينها تايب 2 دايابيتس كارديو فاسكولار ديزيز اند سو اون. مهم جدا برضو ان احنا نبقى يعني واخدين بالنا انه الاوبيزيتي هي كومبلكس ديزيز، اتس ا ديزيز زي ما قلنا اول حاجه ولازم نقتنع بكده. نمبر اثنين اتس ا كومبلكس ديزيز بالانس بين الانرجي انتيك انرجي اكسباندتشر، بيتحكم في حاجات كتيره جدا اديبوس تيشو البانكرياس جاد جينيتكس ميديكيشنز، في تدخل للهيدونيك انبوت الانكريزد بليجر من الاكل، في ناس كتير بتاكل وهي مش جعانه مش عايزه تاكل سيمبلي لانه بيحس بليجر من الاكل، انفايرمنتال فاكتورز الانفكتيف لايف ستايل طبعا الجروبس وما الى ذلك، فبالتالي في مالتيبل فاكتور فايتس ا ديزيز اند اتس ا كومبلكس ديزيز. الحاجه الثالثه المهمه ان هو اتس ا ديزيز ليدنج تو كومبليكيشنز ميتابوليك كومبليكيشنز زي ما احنا عارفين كل الميتابوليك كومبليكيشنز وما ينتهي اليه نون الكوليك فاتي ليفر ديزيز الكارديو فاسكولار التايب 2 دايابيتس وغيره، ميكانيكال زي ما اتكلمنا على الجوينت بروبلمز وغيره والسليب ابنيا، واخيرا منتال وسايكولوجيكال اللي احنا اشهرها بنشوفها الديبريشن. طب ايه الرول اوف جي ال بي 1؟ الاول الكنترول اوف ساتيتي او ايتنج بيبقى فيه جزء منه هوميوستاتيك وجزء منه هيدونيك. الهوميوستاتيك ده زي ما احنا عارفين مرتبط بيولوجيكال سيستمز ذات اكت تو مينتين بودي ويت. الناحيه الثانيه بقى الهيدونيك اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو ممكن يبقى ريورد اوف سرفايفل بيهيفير او ريليتد تو بليجر، وده احنا بنشوفه كتير جدا في المرضى اللي هو فعلا بيقول ان هو ما بيبقاش عايز ياكل ولكنه بيشعر ببليجر في اكل حاجات معينه او في ان هو يستمر في الاكل. الجي ال بي 1 زي ما الدكتور فريد اتكلم ان هو الجي ال بي 1 الموليكيول بتاعه زي ما احنا عارفينه ان هو بيبتايد كومبريس اوف 31 امينو اسيدز ممبر اوف ذا انكريتين فاميلي وسكريتد بريدومينانتلي من الجت، ولكن في نقطه مهمه جدا ان هو اولسو سكريتد باي ذا برين، وده النقطه اللي بيشتغل عليها الليراجلوتايد 3 ملي جرام في تاثيره على الساتايتي. الجي ال بي 1 بيبقى ريليست مع الميلز وده يعني فيري فيسيولوجيكال، وعشان كده زي ما احنا بنقول نستعمل الجي ال بي 1 لما بنستعمله في الدايبيتس بيبقى جلوكوز ديبندنت انسولين ستيميليشن، لما المريض ياكل جي ال بي 1 هيعلى فبالتالي بيعمل كنترول وبعدين خلاص ما فيش اكل، فاحتمالات الهايبوجلاسيميا ان بتوين ميلز تكاد تكون معدومه. لما نقارن بقى الليفلز اوف جي ال بي 1 الفسيولوجيكال اللي احنا هنتكلم على الفارماكولوجيكال بعد، الفسيولوجيكال ليفلز اوف جي ال بي 1 دي بنلاقيها في الانسان اللي هو هيلثي ما عندوش مشكله مش دايابيتك او ودولت شريحه من الاوبيز اللي احنا بنشوفهم، او المريض اللي هو دايابيتك مثلا وياخد دي بي بي 4 انهبيتور فبالتالي بيبلوك الانزيم اللي بيكسر جي ال بي 1 فبيحتفظ بفسيولوجيكال ليفل من الجي ال بي 1 ريسبتور اجنس. ليه بنفيتس كتيره في الاوبيزيتي زي ما احنا شايفين باحساسه بالفولنس والبرسبكتيف فود كونسامشن وتاثيره على الساتيتي والهنجر، هنشوف بقى الفرق بعد كده لما نتكلم على اللايراجلوتايد 3 مللي جرام اللي هو زي ما اتكلمنا ان هو 97%
زي الاوريجينال جي ال بي 1 ولكن الموديفيكيشنز اللي اتعملت فيه ساعدت ان هو يبقى longer in duration. ليه؟ لان احنا عارفين الجي ال بي 1 ناتشرال بيتكسر بسرعه جدا بالدي بي بي 4 انزيم. الموديفيكيشنز اللي اتعملت هدفها ان هو يبقى الديوريشن طويل. زي ما قلنا برضو انه تاثير الليراجلوتايد على الساتايتي لانه بيفرز من from cells in the brain فبيأثر على يقلل الهنجر ويزود الساتايتي. فاذا تاثير الفارماكولوجيكال دوز من الجي ال بي 1 ريسبتور اجنس هو الليراجلوتايد مش بس بتشتغل على الجاستريك امتينج وانها ديلي الجاستريك امتينج، لا تاثيرها الاساسي على الهنجر والساتايتي عن طريق تاثيرها على الاركوت نيكلاس في البرين. هنا هنلاحظ بقى الفرق من الفارماكولوجيكال دوزز، واضح جدا فرق تاثيرها على الساتايتي وعلى تقليل الهنجر وعلى الاحساس بالفولنس وعلى البروسبكتيف فود كونسومشن مقارنه بالفسيولوجيكال ليفلز اوف جي ال بي 1 ليفلز يعني. فهنا بقى هنتكلم على الميكانيزم اوف اكشن اوف ليراجلوتايد، مينلي ان هو بيقلل الانرجي انتيك بريدومينتلي لوس اوف بودي فات، بيقلل فود كريفنج، بيزود الكنترول اوف ايتنج، وبيساعد نزود الميتابوليك ريت، بس ده سمول ديكريز ان ذا ريستنج ميتابوليك ريت. الايفيدنس على الايفكت افيكاسي اند سيفتي اوف ليراجلوتايد 3 ملي جرام من السكيل بروجرام اللي كان فيه اكثر من 6000 مريض، 6600 مريض. مينلي رقم 8% هو ده التارجت اللي احنا بنحاول نوصل له مع المرضى، ان في افيكاسي تشينج ان بودي ويت افتر 1 يير اراوند 8%. احنا دايما بنقول للمريض انه رينج من 5 تو 10% ممكن توصل اب تو 15%. انا عندي مرضى نزلوا على الليراجلوتايد 3 ملي جرام 15%، ولكن ده مش المعتاد. اللي احنا التارجت بتاعنا هو 8%. 8% از فيري جود، لو المريض وزنه 100 كيلو ونزل 8 هيبقى تفرق كتير جدا في الميتابوليك كنترول، في الكارديو فاسكولار ريسك، في تقليل الديسلايبيديميا، في التاثير على الموبيليتي. ال 8 كيلو من 100 دول هيفرقوا كتير قوي. ولكن كمان في نقطه مهمه جدا، ان ده 8% ريدكشن في البودي ويت كان معاهم 80% ريدكشن ان ريسك اوف تايب 2 دايابيتس اوفر 3 ييرز. يبقى اذا هنا انا مش بس عملت ايفكت على البودي ويت، ده انا عملت بعدها ميتابوليك ايفكت وبالتبعيه في كارديو فاسكولار بنفيت وسيفتي، ان انا اقلل بنسبه 80% ريسك اوف تايب 2 دايابيتس اوفر 3 ييرز. احنا بنشوف المرضى البري دايابيتك لما بياخدوا الليراجلوتايد ويوصل ل 3 ملي جرام وينزل وزنه 5 تو 10%، بنشوف رجع الهيموجلوبين اي 1 سي اللي كان 6.4 بنشوفهم نزلوا الى 5.7 وايفن اقل من 5.7. هنا بقى السلايد دي مهمه جدا، اللي هو مين اللي هيرسبوند. بعد 16 اسبوع انا ببتدي اشوف الايرلي ريسبوندرز اللي هم مين، اللي هم نزل وزنهم في 16 اسبوع الاولين 5% او مور اوف ذا بودي ويت. هم دولت اللي انا هكمل معاهم، وهم دول اللي انا متوقع اوصل معاهم لل 8% و 10% و sometimes up to 15%. يبقى اذا انا محتاج ان انا اشوف الايرلي ريسبوندرز اللي هم كام. 70% من اللي بياخدوا العلاج بينزل وزنهم في 5% او اكتر في اول 16 اسبوع، وهم دول اللي هيستفيدوا على الانترميديت واللونج تيرم، مقارنة طبعا بالنون ريسبوندرز، وهنا مقارنة مع البلاسيبو اللي هم عاملين لايف ستايل موديفيكيشن فقط. انا بشوف لما استعملت لهم الليراجلوتايد وكان 70% منهم ايرلي ريسبوندرز، يعني نزل وزنهم 5% او اكتر في اول 16 اسبوع، هم دولت اللي النتائج فيهم هتبقى افضل بكتير. هنلاقي ان الايرلي ريسبوندرز ممكن يوصل التشينج ان بودي ويت الى 11.5% مقارنه ب 3.8% بس في النون ريسبوندرز. يبقى اذا نركز في اول 16 اسبوع على الريسبوندرز اللي هم نزل وزنهم 5% او اكتر، دولت اللي هنكمل معاهم لان دولت النتائج فيهم فيري بروميسنج. 55% اوف ذا ايرلي ريسبوندرز اتشيفد مور ذان 10% بودي ويت، يبقى اكتر من نص الايرلي ريسبوندرز بيوصلوا ل 10% او اكتر ويت لوس بعد كده لما نكمل لمدة سنة. ودي نقطة مهمة جدا، ودي اللي احنا فعلا بنشوفها، اللي هي 80% relative risk reduction in developing type 2 diabetes. early responders دول هكمل معاهم مش بس هوصل الى 10% او اكتر weight loss، لا ده انا هوصل الى 80% relative risk reduction ان يجي لهم type 2 diabetes، اللي هم احنا بنشوفهم pre-diabetic او normal
هيموجلوبين اي 1 سي 5.6 لكن اوبيز لما بينزلوا 8 او 10% او اكتر بنقلل الريسك ريدكشن للدايابيتس وبنشوف الهيموجلوبين اي 1 سي بيتراجع الى النورمال رينج. ولو قدرنا نحافظ على الويت ده بلايف ستايل موديفيكيشن لفترات طويله ممكن جدا ديلي الانست اوف تايب 2 دايابيتس في واحد اوريدي عنده فاميلي هيستوري او جينيتك باك جراوند. يبقى 2.7 years more needed to develop type 2 diabetes for patients يعني كأن أنا بأخر له ده 3 سنين which is very good يعني. And 66% of subjects regress to normal glycemia. ده اللي أنا بقوله وده اللي أنا بشوفه فعلا in my patients إنه بيرجعوا إلى normal glycemia range. مهم جدا نحافظ بقى على الويت اللي وصل له علشان يفضل in the normal glycemia range أطول فترة ممكنة. Reduction in blood pressure ده بنشوفه مع الليراجلوتايد 3 ملي جرام، امبروفمنت اوف ذا ليبيد بروفايل وزي ما احنا شايفين سيجنيفيكانت ريدكشن في ال LDL في LDL وزياده ملحوظه في ال HDL مقارنه بالبلاسيبو اللي هم عاملين لايف ستايل موديفيكيشن. فاذا لما اقدر اقلل بودي ويت اقلل الريسك اوف تايب 2 دايابيتس اقلل بلاد بريشر اقلل احسن الليبيد بروفايل يبقى انا بعمل ايه؟ بعمل الكارديو فاسكولار بنفيت اللي انا عايز اوصل له. Change in cardiovascular biomarker زي ما احنا شايفين ان CRPL فدي كلها مؤشرات على الكارديوفاسكولار بنفيت اللي بناخده لما بنوصل بالدوز المطلوبه والويت ريدكشن المطلوب. و 58% relative risk reduction time to first MACE نتيجه بقى ان انا اقلل الويت ارجعه نورمال جلايسيميك اقلل بلاد بريشر اقلل احسن الديسلايبيديميا حوصل الى ان انا اقلل الميجور ادفيرس كارديوفاسكولار ايفنتس اللي احنا كلنا عارفينها اللي هي نون فيتال ستوك كارديوفاسكولار ديث نون فيتال مايوكاردال انفاركشن نون فيتال ستوك هقللها بنسبه كام؟ اولموست 60% which is very impressive. وزي ما احنا عارفين وزي ما الدكتور فريد اتكلم على الكارديوفاسكولار بنفيت للليراجلوتايد اللي هو 13% reduction في الكارديوفاسكولار ديث ونون فيتال مايوكاردال انفاركشن ونون فيتال ستوك. اذا جي ال بي 1 ريسبتور اجنس ليها مالتي فاكتوريال افكتس مي بنفيت سيفرال ديزيزز زي مثلا نون الكوليك ستيرويد هيباتيتس الاوبيزيتي الكارديوفاسكولار والدايبيتس. ولكن النقطه مهمه جدا للسلايد دي هي اخر بيبر اتنشرت السنه دي في اخر عدد من اندوكراين كونكشنز اللي هي مجله الاوروبيان سايت اوف اندوكرينولوجي وهي يعني ستادي مع ريفيو معمول بين ستينو انستيتيوت ويونيفرستي اوف كوبنهاجن وهي من اجمل بيبرز على جي ال بي 1 ريسبتور اجنس يعني اي حد مهتم بجي ال بي 1 ريسبتور اجنس المفروض فعلا يقرا البيبر دي وموضحه السلايد دي يمكن ملخصه الفرق بين الفسيولوجيكال دوزز او الفسيولوجيكال ليفلز اوف جي ال بي 1 اللي هي بالايفكت بتاعها باللون الاخضر هو ده اللي انا هاخده من الفسيولوجيكال ايفكت اللي هو سواء كان فيسيولوجيكال في نورمال بيبل او من الدي بي بي 4 انهبيتورز اللي هتحافظ لي على الفسيولوجيكال ليفلز هاخد منها اللي انا شايفه ده هقلل جلوكونيجينيسيس هقلل الفود انتيك احسن انسولين سكريشن على المسلز ممكن احسن الجلوكوز ابتيك لكن الايفكتس اللي بالاحمر دي هي اللي انا هاخدها من الفارماكولوجيكال دوزز او السوبر فيسيولوجيكال دوزز اوف جي ال بي 1 ريسبتور اجونست اللي هي زي ما احنا شايفين بتمثل الكارديوفاسكولار بنفيت المضاف وتحسين الانسولين سنسيتيفيتي في المسلز فور اكزامبل والايفكت على البلاد فيزلز وغيره يبقى اذا كل اللي باللون الاحمر ده مش هوصل له الا بفارماكولوجيكال او سوبر فيسيولوجيكال دوزز من الجي ال بي 1 السكيل سيفتي اهم حاجه زي ما قلنا بالذات في حاجه انا بستعملها في مريض يمكن ما يكونش هو عنده مشكله حاسسها دلوقتي انا بحاول احميه من كومبليكيشنز يبقى انا عايز اعمل افيكاسي وذاوت كومبرومايزنج سيفتي اللي وصل له السكيل بروجرام بالنسبه للسيفتي سمري انه ما فيش زياده ملحوظه في الجي اي تي سايد افكتس واحنا طبعا عارفين وي هاف تو انكريز ذا دوز جرادولي ونوضح للمريض ان النوزيا دي جزء من الميكانيزم اللي بيشتغل بيه الدواء الميديكيشن فبالتالي متوقع انه يحصل سام نوزيا لكنها توليرابل ومع الوقت زي ما هنشوف انها بتختفي زيرو افنس بالنسبه للمضله الثيرويد كارسينوما ان هيومن بينجز
ويعني بالنسبه للسايكولوجيكال افكتس او سايد افكتس اللي هي زيها زي البلاسيبو مفيش اضافه. هنا هنلاحظ انه النوزيا مع الوقت بتقل على الرغم ان احنا بنزود الدوز، وهنلاحظ انها مع الوقت ايفن لما وصلنا الى اربع اسابيع 8 اسابيع 56 اسبوع قلت جدا رغم ان احنا زودنا الدوز. ليه؟ لان احنا ابتدينا بجراديوال انكريز اوف ذا دوز، وشرحنا للمريض ان النوزيا اللي هتحصل في الاول دي هتبقى غالبا مايلد وهتروح مع الوقت، وان هو يبقى متوقعها ما يتفاجئش بيها. زي برضو ما الدكتوره هاله شرحت انه الفليكس تاتش الحقن فيه سهل جدا، بنزود الدوز كل اسبوع من 0.6 1.2 1.8 2.4، الهدف ان احنا نوصل للماكسيمم دوز في علاج الاوبيزيتي ل 3 ملي جرام. وزي ما قلنا ان احنا بنتكلم على اوبيز بوبيليشن نون دايابيتيك اللي هم هيموجلوبين اي 1 سي اقل من 6.5، ممكن يبقوا لحد 6.4 ويكونوا بري دايابيتيك، انما السيماجلوتايد بيبدا من هيموجلوبين اي 1 سي 6.5 اند مور. فاذا ده بيكمل البورتفوليو، وهو زي ما احنا شفنا الهدف ان انا اوصل باللايراجلوتايد 3 ملي جرام الى التارجت المتوقع اللي هو ريزنبل تارجت، ما خليش مريض اكسبكتيشنز بتاعته تبقى عاليه انه هيوصل الى 20% مثلا ويت لوس، لا المتوقع 8%. ايرلي ريسبوندرز اللي بينقص وزنهم 5% او اكثر في اول 16 اسبوع هيستجيبوا، يمكن يوصلوا 10 ميبي مور، وده في حد ذاته هيعمل ميتابوليك افكتس ممتازه ان انا اقلل الريسك ب 80% ان يجيله تايب 2 دايابيتس، احسن ديسلايبيديميا، احسن البلاد بريشر، فبالتالي هوصل للكارديو فاسكولار بنفيت على اللونج تيرم. Thank you. Thank you very much, Professor عاصم. وطبعا عارفة ان في اسئلة كتير، انا استأذن حضرتك لو كان حد يحب يسأل حضرتك ممكن على مثلا مع نوفو، لان احنا متأخرين بتاع ساعة ونص. انا بشكر حضرتك جدا، بشكر نوفو، وطبعا الساكسندا ده رائع. يعني